يعتمد الكثير من التطبيقات في حياتنا اليومية مثل تعظيم الأرباح في التجارة أو حساب السرعة والتسارع اللحظي في الفيزياء أو حساب المساحة في الهندسة على الاقترانات والعمليات عليها كالتفاضل والتكامل، والتي قد تبدو للوهلة الأولى معقدة وصعبة الفهم، لكنها في الواقع ليست كذلك. أنا الدكتور مفيد أبو موسى، أستاذ مساعد في الجامعة العربية المفتوحة فرع الأردن. أرحب بكم في سلسلة مساقات التكامل والتفاضل، حيث سنقوم خلال هذه السلسلة بشرح أساسيات النهايات والاشتقاق وحل مسائل تطبيقية عليها، بالإضافة إلى حساب التكامل ومقدمة عن المعادلات التفاضلية، مما سيساعدكم على امتلاك المهارات اللازمة لحل المسائل المتعلقة بها. يمكنكم أيضاً حل المسائل التي سيقوم فريق المساقات بإعدادها على منصة إدراك، كما يمكنكم تبادل المعلومات والآراء من على حلقات النقاش الموجودة على منصة إدراك. للتسجيل ولمزيد من المعلومات حول مساقات التكامل والتفاضل، الرجاء زيارة idrak.org. أراكم في المحاضرة الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مفيد أبو موسى من الجامعة العربية المفتوحة فرع الأردن في مقرر M129 لو أبلايد كالكولس التفاضل والتكامل. سنتناول في هذا الجزء تطبيقات الاشتقاق، ومنها تطبيقات القيم القصوى والمعدلات المرتبطة بالزمن والتطبيقات الاقتصادية. الآن ماذا لو كان في عندي اقترانين مضروبين في بعض؟ يعني مثلا افرض أنه كتبت H of X بتساوي f of x ضرب g of x. كيف بدي اشتقها؟ حكينا احنا انه المشتقة ما بتتوزع على الضرب، اذا في هاي الحالة راح نمشي على قاعدة، طلع ال h prime of x اللي هي المشتقة الاولى ايش بتساوي؟ بدي احكي لك المشتقة هيك القانون، طلع كيف؟ ثبت الاول لا تشتقه، اضرب في مشتقة الثاني، بعدين اجمع اعكس. الان اشتق الاول اضرب في الثاني، يعني باللغة ثانية واحد من الاقترانات بشتقه الثاني بثبته، بعدين بعمل زائد بعكس اللي اشتقيته بثبته واللي ثبتته ايش بسوي فيه؟ بشتقه. هذه القاعدة راح امشي عليها. مين فيكم بعرف ايش هاي اكس تربيع زائد واي تربيع تساوي 25؟ معادلة ايش؟ خدناها مرة سابقا. نعم، معادلة دائرة مركزها نقطة الاصل نصف قطرها 5. طب بدنا نشتقها احنا الان كقاعدة كعلاقة مش كاقتران. يلا، مشتقة الإكس تربيع حسب اللي هو الباور رول اللي احنا تعلمناها، بننزل الأس ونطرح من الأس واحد، زائد يلا الواي تربيع كيف نشتقها؟ نفس ما اشتقينا الإكس تربيع، نزل الأس وطرح من الأس واحد، بس اكتب جنبها واي برايم، أو في ناس بيحبوا يكتبوا دي واي على دي إكس، مفرقش، تساوي. طب إيش مشتقة الخمسة وعشرين؟ صفر. ضايل الخطوة بدنا نسويها، بدنا نخلي واي برايم subject of the formula. إيش يعني y prime subject of the formula؟ يعني خلي لي y prime بطرف الحالة، زي مهارات اللي خدناها في حل المعادلات. إذن هنا راح تطلع معانا، إذن هاي أس واحد، مش ما حدش فكر إنه y prime ترى، لأنه هي يعني كأنه لما بشتق الx أنا مشتقة الx واحد، بس هي هيك صارت. يلا بنطرح اللي هو بنجمع سالب 2x للطرفين، أو بنطرح 2x من الطرفين، فبصير عندي 2y y prime تساوي ناقص 2x، بعدين منقسم على 2y، إذن y برايم تساوي سالب 2x على 2y، اختصر بيطلع سالب x على y. يلا تمام، 3x تربيع مظبوط، زائد 3y تربيع في y برايم. بس شوف لاحظوا كيف، بس لما اشتقيت الواي حطيت y برايم تساوي 0. شو ظل علي؟ ظل اكتب y برايم subject of the formula، يعني خليها بطرف لحالها. اذا هيك بتصير 3y تربيع y برايم تساوي سالب 3x تربيع، وبعدين بدي y برايم بتساوي سالب 3x تربيع تقسيم 3y تربيع، اختصر الثلاثة مع الثلاث بصير سالب x تربيع على y تربيع. Thank you.
بيعطيني السؤال بحكي what is the maximum service area of a cylinder inscribed in a cone, يعني ما هي مساحة السطحية أو مساحة الكلية لسطح اسطوانة موجودة داخل مخروط. يعني هنا الفهم لازم نفهم إنه الكون أو اللي هو المخروط إشماله ثابت، أبعاده ثابتة ما راح تتغير، لكن مين اللي راح يتغير؟ الاسطوانة. سؤال، كم اسطوانة بقدر أعمل داخل هذا المخروط؟ لاحظوا هون أنا عندي الكون الهايت تاعه قديش؟ 2، والدايميتر تاعه قديش؟ 1.5، يعني اللي هو الهايت اللي هو الارتفاع العمودي هذا 2، والدايميتر اللي هو إيش؟ قطره بساوي 1.5. قطر مين؟ قطر المخروط 1.5. إذن داخل المخروط بإمكاني أعمل عدد لا نهائي من الإسطوانات. خلينا نشوف كيف المنظر طالع معي. هذا المخروط، هذه إسطوانة. الآن بإمكاني أغير نصف قطر الإسطوانة، في المقابل بتغير معها ارتفاعها. إذن عندي متغيرين متعلقين بالإسطوانة، ارتفاع الإسطوانة ونصف قطر الإسطوانة، هما اللي بيتحكموا في حجم هذه الإسطوانة أو مساحة سطحها. في الحالتين إذن لازم أعرف أنا علاقة بين اللي هو ارتفاع الإسطوانة وطول نصف قطرها حتى أستطيع أني أقدر أحسب حجمها.